موافق على التعديلات الدستوريه. موافق على تعديلات الدستور الجديده ديت. موافق على التعديلات الدستوريه. انا موافق على التعديلات الدستوريه. انا شايف التعديلات الدستوريه والله تمام وزي الفل. انا موافق على تعديل الدستور لفصل الشعب. موافق على اعاده الدستوريه اللي هي تمثيل المراه وذات الفلاحين وذات الشباب في المجلس، وهي في وقتها المناسب يعني، وكان المفروض تكون من قبل كده. بالنسبة لزيادة تمثيل المرأة في مجلس النواب على سبيل المثال وليس الحصر، ده وقت مناسب جدا جدا للمرأة بعد إثبات وجودها في المجالات المختلفة. التعديلات الدستورية دي لأنها بتمس أمن البلد بحالها، وفيها ثقة للبلد، وفيها تعديلات كتير بالنسبة للنواب الرئيس وبالنسبة للكوتا بتاع المرأة، فده هيعود على المنطقة بالاستقرار كلها، وهتبقى المنطقة في أمن وأمان إن شاء الله يعني. بالنسبة لعودة مجلس الشورى ده يعني بادرة كويسة، وهتوسع يعني دائرة العمل النيابي، وعلى أساس يبقى فيه قوانين مقننة ومدروسة. وموافق على زيادة نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب وفي مجلس الشورى. والشباب طبعا ده الشباب ده هو عماد المستقبل، لازم يكون المجلس فيه نسبة كبيرة، سواء مجلس النواب أو مجلس الشورى أو مجلس الشيوخ، يكون فيه نسبة كبيرة من الشباب. بنوافق برضو على وجود مجلس الشيوخ اللي هو مجلس الشورى، لأن ده ساعتك مجلس الحكماء، ده ساعتك بتوضع القوانين، ودي ناس يعني مثقفة، ناس حكماء بيعرفوا فعلا القوانين ومصادرها ويعرفوا ازاي يطبقوها يعني. ياريت عودة مجلس الشورى من جديد، وياريت كمان زيادة تمثيل العمال والفلاحين بصورة أكبر من الموجودة حاليا دلوقتي. وبالنسبة بالنسبه للشباب، الشباب طبعا احنا يعني يا ريت دورهم يبقى اكبر من كده، وطبعا في دور فعال دلوقتي ملموس، بس احنا نتمنى نزيد الدور دوت اللي في 2019 ان شاء الله. وعوده مجلس الشورى واستقلال القضاء وكده اللي هي تطرح على الشعب ان شاء الله، لانها كلها فيها خدمه للوطن يعني وللشعب والاستقرار. تعداد بالنسبة لزيادة عدد الشباب موافقين عليها. المرأة ساعتك برضو احنا موافقين على، لان المرأة كان ليها قبل كده كوتا، المرأة كان ليها نسبة كبيرة، والمرأة نصف المجتمع يعني، احنا موافقين برضو. طبعا اوافق على عدد تمثيل المرأة وزيادة مقعدها في البرلمان، عشان طبعا هي نصف المجتمع. اوافق على زيادة اعداد الشباب، اوافق على زيادة اعداد المرأة، اوافق على استحداث مجلس الشيوخ.